ادوك جميع يعني القاعات الرياضيه. من جاء الخبر ولا من جات المذكره تاع وزاره الداخليه تاع استئناف العمل القاعات الرياضيه النشاط ديالها، حتى حنا كنستعدوا اليوم باش نستأنفوا الاعمال ديالنا، ولكن في اطار يعني عده شروط اللي غتحمينا حنا وتحمي يعني المنخرطين ديالنا. حاولنا هذا الاسبوع هذا اننا نجتهدوا في هذا الباب هذا تاع التعقيم تاع القاعه، كذلك اننا نقدوا الممرات المنخرطين اللي غيجيو ان شاء الله. وهاد الاجراءات اللي درنا يعني كاين عده اجراءات درناهم. اول حاجه التسجيل، يعني من نهار بدينا التسجيل ويوم الاثنين يعني من 25 فاش جاء القرار تاعت وزاره الداخليه، والحمد لله كانوا جاوا الوليدات وتسجلوا وهذا، وحتى هما كيتسناو العوده ديالنا بكل يعني بكل شغف، كيتسناو هذه العوده ديالنا ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. سكينة عن سبورت بوستي كيمين. من بعد ما جاء القرار ديالنا الوزارة الداخلية باش نفتحوا القاعات الرياضية، درنا واحد الرينيو مع بعض أعضاء المكتب المديري وكذلك أطر تقنية، ناقشنا خطط عمل باش نفتحوا باش نستأنفوا الرياضة داخل القاعة. من بين هاد الإجراءات كاين تعقيم الأيادي والأرجل ديال الأشخاص اللي كيزوروا القاعة، كانوا متدربين او زوار، قياس درجه الحراره، تدوين المعلومات ديال الاشخاص الزائرين القاعه، وكذلك منعنا الدخول ديال المتفرجين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.